قصص عربية. المحقق إيس ولص الجوهرة. سيداتي وسادتي، سوف أقدم لكم جوهرة التاج للأسطورة الشهيرة الملكة ميرميس، من أشهر ملكات العصر القديم، وحكمت منذ 3000 عام مضت. وهذه الجوهرة تساوي 30 مليون دولار على الأقل. أحبسوا أنفاسكم. جوهرة نادرة تساوي 30 مليون دولار قد تمت سرقتها من مزاد العالم القديم للتحف. إنه في منطقتنا. على الأقل ليست جريمة إلكترونية. كرهت لعب الدور الثاني في القضية، صحيح؟ إن الرئيس في انتظارنا. إنها قضية مهمة جداً، نحتاج الحل سريعاً. نحتاج رؤية مالك المزاد وأفراد طاقم الأمن. هيا بنا. سيدي، أنت تعرفه. وداعاً. طفل، طفل سيتولى قضيتي. سيدي، أتريد بدء هذا التحقيق أم لا؟ الجوهرة كانت موجودة في المكان، كيف اختفت بهذا الشكل؟ أخبرنا عن المزاد، من يتولى أمر الجواهر؟ نحن 3 شركاء، نشتري الجواهر الأثرية من كل مكان ونعرضها، ولدينا جمعيات خيرية للموظفين ولأهالي الحي. في الواقع جزء من أرباح المزاد كان من أجل تمويل دار الأيتام الذي نملكه. هامفري مريض، أخذوه للبيت. هذا كيندريد وكيم هامفري شريكنا الثالث، نحن 3 فقط ورئيس الأمن أرنولد، نتولى أمر الجواهر، لا نشك في أي شخص. ماذا عن جاك؟ جاك، لكن ضبطناه يسرق، أنسيت. من جاك؟ جاك كان رئيس الأمن منذ فترة، ضبطناه يسرق عقداً غالياً جداً، وبعدها وضعناه في السجن. ولكن ظننا أنه يستحق فرصة أخرى، لذا منذ 2 شهر تنازلنا عن البلاغ وأطلقنا سراحه. أخبرتك ألا تفعل، مؤكد هو ينتقم. لا أعرف كيف حدث هذا، الجوهرة كانت هناك صباحاً، انظروا، لم يدخل أو يخرج أحد. أخبرنا عن نظام الأمن. إنه نظام غلق رقمي وذاتياً، يختار رقمين عشوائيين ويتغيران كل يوم. يرسل النظام رقمي اليوم إلى هاتفي وإلى هواتف الشركاء 3، مستحيل أن يعرفهما أي شخص. فهمت، ومتى يرسل النظام الأرقام؟ عند منتصف الليل. إذن بين منتصف الليل والتاسعة صباحاً، في وقت المزاد، هناك 9 ساعات لتتم سرقتهما؟ نظرياً، لكنها عملية مستحيلة، هناك 3 مراحل للتأكيد، منها بصمات الأصابع. وهل جاك الرئيس السابق يمكنه فتح النظام؟ تم تركيب النظام بعد رحيله، لكنه يعرف النظام. أكنت هنا عندما سرق؟ لا. أريد رؤية فيديو المراقبة عندما تم ضبطه. ليس موجوداً، فكما قلت هذا نظام جديد، لكن جاك أخطأ وأظن أنه كان في السجن. الشريك الثالث هامفري، هيا نذهب إليه. القاضي فيليب، صديق الشركاء في المزاد، عبر عن أسفه لسرقة تلك الجوهرة النادرة. غياب القانون في هذه المدينة يرعبني، وحقيقة أن هذا يحدث في منظمة تقوم بالأعمال الخيرية لا يغتفر. الأمر معقد يا إيس.
ألن، أخبر والدي. مستحيل، من يفعل بنا شيئا كهذا؟ السيد كينريد يظن أن جاك وراء السرقة. جاك؟ أوه، الذي أطلقنا سراحه بعد السرقة. نعم. إذن المجرم يظل مجرما، صحيح؟ لكن من الخطأ اتهام شخص بالسرقة بدون دليل. بيرسي، كلا، خرج جاك منذ شهرين وخطط لهذا. نريد استعادة الجوهرة. أهلا، أهذا هو بيت جاك كاسيدرو؟ نعم. أتعرف أين هو؟ سمعت أن جاك خرج منذ يومين لكنه لم يأتي هنا. وأين سمعت هذا؟ شخص جاء يبحث عنه بالأمس، لكن جاك رجل طيب أو هكذا ظننت. لا نعرف ما بداخل النفوس. مارك، أحضر لي تلك المعلومات عن جاك وشركة المزادات. استخدم مصادر مضمونة. ماذا؟ لماذا؟ وبينما تفعل هذا، أوصلني لأرنولد. هذا ما طلبت مني. هذا ما ظننته. هيا لنقابل الشركاء الثلاثة. عليكم أن تنقلوا بقية الجواهر إلى مكان آمن. لماذا؟ علينا تحليل أنظمة الأمان لنرى إن كانت مخترقة، وهذا قد يستغرق أسبوعاً أو 10 أيام، ولهذا ضعوا الجواهر في مكان آخر. حسناً، سوف نفعل هذا. إذن سنبدأ العمل في 8 صباحاً. فيما تفكر يا إيس؟ استعد لرؤية السارق، سأخبرك أين تذهب. ما؟ كما توقعت. والتي بيرسي، لابد أنك جننت. هل تثق فعلا في ولدك يا سيدي؟ نعم بالطبع. إذن لماذا لا ترسل له الأرقام السرية للجواهر؟ في الواقع هو رئيس كل الجمعيات الخيرية، صحيح؟ هل ستخبرنا بما يحدث؟ سيدي، هل أطلقت سراح جاك بنفسك؟ لا، إنه بيرسي، والآن أخبرني بما يحدث هنا. هل رأيت فيديو المراقبة لجاك وهو يسرق؟ لا، جاك مسحه. إذن كيف عرفت أنه السارق؟ بيرسي ضبطه بنفسه. جاك، هل الفيديو معك؟ نعم، معي نسخة، إنها موجودة هنا. بيرسي، ضبطته وقبل أن أبلغ الشرطة أو أبلغكم قام باتهامي ووضعني في السجن. إيس، كيف عرفت الحقيقة؟ شككت في بيرسي عندما غير كلامه عن جاك بعد أن قال إنه مجرم. إذن المجرم يظل مجرماً، صحيح؟ لكن من الخطأ اتهام شخص بالسرقة بدون دليل. كان مريباً، وشككت أيضاً لأنكم قلتم إن جاك خرج منذ شهرين، لكن جاره قال إنه خرج منذ يومين فقط.
ومن أين عرف هذا؟ عندما شاهدنا كاميرا المراقبة في الشارع، رأينا أن سائق بيرسي كان يبحث عن جاك، لذا تحققت من تفاصيل القبض على جاك. تم القبض عليه، لكن لم يعرض للمحاكمة لمدة 6 أشهر. اكتشفنا أن صديق العائلة القاضي فيليب وضع جاك في السجن وبدون محاكمة، لأنه في المحكمة جاك سيقول الحقيقة، لكن بيرسي أشاع أنه قد خرج حتى تقع اللائمة في هذا على جاك أيضا. في الأخبار رأيت أن بيرسي يبدو وكأنه مقرب من أرنولد رئيس الأمن. غريب صحيح، رجل لا يعرف الأرقام السرية يبدو مقربا من رئيس الأمن. أرنولد، ما رأيك؟ نعم، السيد بيرسي رجل خير ويعرف بأنه ودود مع كل الموظفين، وعندما توليت الوظيفة جاء السيد بيرسي لمقابلتي وأعطاني الهاتف بنفسه. كان مزودا ببرنامج التجسس، ينسخ كل ما تلقاه هاتف أرنولد، لذا بيرسي كان يعرف كل الأرقام. لكن أين ذهبت الجوهرة وكيف؟ عندما رأيت الخزانات في الغرفة، خزانة التاج بها حامل أعلى من الأخريات، وأيضا عرفت أنه لو لم تسرق من الخزانة فمؤكد هي مخبأة فيها، وكما ترون الآن بها ذراع للتحكم عن بعد يمكنها سحب الجوهرة، لكني أردت ضبطه متلبسا، لذا أخبرتكم عن نقل الجواهر وعن فحص نظام الأمن للتحقيقات. إذن سنبدأ العمل في 8 صباحا. علمت أن اللص سيحاول أخذ الجوهرة قبل عملية فحص النظام وفعلها. بيرسي، كيف فعلتها؟ لقد سئمت كل الأعمال الخيرية. أردتك أن تفعل هذا لتصبح شخصاً مسؤولاً وطيباً، ولكن أنت أصبحت مجرماً. أتظن أنني سأدع كل الثروة تذهب هباءً؟ اتفقت على بيع الجوهرة ب50 مليون دولار في السوق السوداء. ظننت أن جاك سيلام، لكن هذا الولد أفسد خطتي. لديك حياة جديدة في السجن، وكذلك القاضي فيليب لمساعدتك في الجريمة.